ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده. انا مش عارف انتوا مستعدين لكميه الانبهار اللي انتوا هتشوفوها النهارده ولا لا. من ساعه ما البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس نزلوا، طبعا ما شفناش فرق شاسع في الجرافيك بتاع الالعاب. يعني كان التو نزل بعدها جه السري، فعلا حصل ثوره، كان في فرق شاسع في الجرافيك. السري برضو نفس الكلام، لما السري خلاص كانت يعني الحقبة بتاعه انتهت، وبعد كده نزل البلايستيشن 4 كان في فرق في الألعاب طبعا، لحد ختاما بالفور لما لعبة جاد أوف فور، يعني ختموا الفور بلعبة ملهاش حل كجرافيك وجيم بلاي وكل حاجة. جيل 5 نزل ما حسيناش أو ما لقيناش ألعاب، يعني تحس اللي هي لا، اللعبة دي كانت في الجرافيك بتاعها أعلى مثلا من جاد أوف فور أو من ريد ريديمشن مثلا أو أي حاجة. لا، كانت كلها في نفس المستوى تقريبا أو يمكن أقل كمان، مش حاجة عالية قوي. النهاردة فعلا نقدر نقول ان الجيل الجديد بدأ، يعني اللعبة دي مش طبيعية في كل حاجة. هقول لك اللي هي مش طبيعية وجامدة قوي، بس في برضو احسن من كده. يعني انا توقعاتي اللي هو لا، يبقى في جرافيك اعلى من كده كمان. دي اللي هي البداية. النهاردة ده فيديو هو يعتبر اعلان عن المحرك الجديد بتاع الالعاب اللي هو المشهور انريل انجن 5، وتقريبا في لعبه ذا ماتريكس هتنزل قريب، فهم الناس منزلين ديمو للعبه، بس للاسف نازل على البي اس 5 والاكس بوكس بس. طبعا بتوع البي سي مش عارف ليه، يعني وحشين مش عارف ليه. فانا هشغل الفيديو اتفرج عليه معاكم، وهنشوف احنا رايحين فين الفتره الجايه، لان الموضوع مبهر جدا. يعني هم فعلا اختاروا احسن لعبه اتعمل. اللعبه دي كان لازم، يعني كان لازم تعمل لها حاجه يعني الفيلم او الفكره بتاعه ماتريكس دي كان لازم تعمل لها حاجه محترمه او لعبه محترمه بصراحه. فكره لعبه Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real. ده طبعا دي لقطة من الفيلم، الجرافيك يعني مش ده الجرافيك. على حسب الناس، ده بداية من هنا ده جرافيك. يعني في الإعلان، أنا فاكر الإعلان بتاع Unreal Engine 4 كان في حاجات شبيهة لدي، كنت بتلاقي الاعلان كده، بس كانت اللعبه بتنزل كانت غير كده. يعني في الاعلان كنت بتلاقي فعلا حاجه عاليه قوي، بس في اللعبه ما تلاقيش غير كده. فدي فكره ان هم يعملوا الاعلان عن المحرك ويعمل لك لعبه في نفس الوقت عشان يقنعك ان فعلا المحرك هيقدم حاجه زي دي، فدي خطوه ذكيه جدا جدا. يعني ده الجرافيك قدامنا. I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi. I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. Uff, يا نهار يا جماعة. إيه ده؟ And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? الإضاءة شكلها طبيعي جدا، عارف اللي هي مش مفتعلة. يعني في الألعاب بتحس ان الموضوع مفتعل، لا الإضاءة طبيعية جدا، بتحس ان انت بتتفرج على فيلم مش لعبة. Mean
هم. are you doing back there? Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. ده بقى اللي شددنا اكتر في الفيديو. لحد دلوقتي ما كانش كان في المباني البعيده ديت في الدرو ديستانس المحل البعيده دي كده ما كانش بيبقى فيه تفاصيل اصلا. انتوا متخيلين كميه التفاصيل حتى في الحاجات البعيده؟ المبنى مش المجرد اللي هو مبنى كده، لا تفاصيل. ولو جيت عند الشباك بس جوه الشباك هتلاقي فيه كرسي وهتلاقي فيه كل حاجه. لا موضوع رهيب جدا، اللي هو الموضوع برضو باين اللي هو فيه سنك كده يعني، بس لا الموضوع يتحسن قوي. انت دلوقتي دي في اللعبه، تخيل بس. يعني انا شايف لما ممكن يعني موضوع الشعر حاسس هو لسه زي ما هو، يعني انا شايف الموضوع ممكن يتحسن عن كده شويه. يعني مش لسه، يعني عاوز الموضوع كمان يتطور عن كده شويه متهيألي. لكن كل حاجه ممتازه، ممكن الاضاءه بتاعت ال اللايتنج بتاع الافكت برضو ممكن تتحسن شويه عن كده. يعني انا شايف الموضوع، يعني هو الجرافيك بشكل عام كويس جدا، بس لسه في شويه ديتيلز عاوزه تضاف كمان هتبقى الموضوع بيرفكت صراحه. يعني برضو النار برضو شايفها مصطنعة جدا، يعني انا شايف الفاير لسه برضو عاوزة شغل. وطبعا المحرك لسه جديد، فطبعا مع الوقت بيحدثوا فيه بيطوروا فيه، بس دي بداية مبشرة جدا. حاجة عظمة يا جماعة والله، حاجة عظمة. هو تقريبا اللعبة دي هتنزل في 2023 تقريبا، فهنضطر برضه نقعد نستنى سنة كده ولا حاجة، يعني عم يبدأ الموضوع ياخد وقت شوية. حاجة يعني بص فوق الخيال. زي ما قلت لكم برضه موضوع الافكت لسه عاوز يتطور شويه. انا شايف لسه المؤثرات سواء بتاع الرصاص او الفاير او الاحتكاك بتاع العربيات حاسه اللي هو لسه شويه عاوز وقت شويه. بس كلعبه لا عظيمه، يعني اكتر حاجه شدني في الموضوع العالم
الانفايرمنت بتاع العالم كلها يعني حاجة فظيعة. انت شايفين كمية التفاصيل في كمية ترافيك؟ يعني بص حاجات كتيرة قوي في حاجات كتيرة. انت مش هتشوف في لعبة تانية كمية العربيات دي كلها مرة واحدة والناس مفيش الكلام ده. حتى في التفاصيل بتاع الشارع عاملة ازاي؟ لا الموضوع جميل 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 يعني. ايوه ايوه كده يا جماعة، يعني حسسونا اللي فيه جيل جديد جاي، يعني مش زهقنا فعلا النهار على كمية التفاصيل في المباني. يعني تخيل اللعبة دي مثلا إيه لو نزلت مثلا تبقى حجمها كام؟ شايف المشهد ده اللي بيفكرني برضو بلعبة ويتش دوجز بس الجزء الأولاني مش التاني. الجزء ده كان جامد يعني كجرافيك، وللأسف يعني شفنا في الإعلان عنه في المؤتمر بتاع اي 3 حاجة، ولما اللعبة نزلت لقينا حاجة تانية خالص. يعني بصراحة يوبي سوفت من أكبر الشركات اللي تعمل لك اللعبة في الديمو مثلا إعلان توريك جيم بلاي جرافيك حاجة واو، تيجي بقى في الجيم بلاي داون جريد انت ايه يا عم اللي فيه ايه. بس برضو بعد الداون جريد كده اللعبه كانت ملهاش حل بصراحه، وده طبعا ده افضل جزء بالنسبه لي. بعد كده قلبت اطفالي شويه مش عارف ليه، جرافيك بقى كرتوني شويه مش عارف ليه. كمية تفاصيل ملهاش حل. بس كده يا جماعة أنا حبيت أشارك الفيديو ده معاكم، لأن أنا فعلا كنت مبهور فعلا مش لوحدي، يعني جميع الجيمرز اللي زيي، لأن لا في عظمة جاية قريب إن شاء الله يعني. بس يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، إثارة كده خفيفة، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.